الا عندنا المساله الحقيقه في الفتره الاخيره تحولت زي سوق عكاظ. يعني عارف انت وصلات الشتائم المستمره ونشر التعصب والفتن بين جماهير الانديه، وكان احنا بنتكلم في عقيده. كره القدم هي رياضه، والرياضه من المفترض انها بتسمو بالروح، مش بتنزل بيها لمستوى الحقيقه. التعصب في كره القدم موجود في كل حته في العالم. التعصب بالمناسبه، التعصب بس ما يوصلش لحد التخريب. التعصب خرب عقول بعض الشباب، التعصب وصلنا في وقت من الاوقات الى الدم جوه الملاعب. لا، التعصب عندنا ما كناش بنعتاده بهذا الشكل. يعني زمان يعني كان كبرنا قوي يبقى في صفاره استهجان لحكم، صفاره استهجان لحكم لو اخطا في قرار او بتاع. لا، النهارده انت بتشوف ايه اللي بيحصل لو حكم اخطا. التلفزيونات لحد الصبح بتقعد مسألة تشهير وتقطيعه، وبعدين اجيب طرف واجيب طرف ضد، والاثنين يفضلوا مع بعض طول الليل في وصلات ردح وشتايم وسباب. طبعا ده زمان كنا بنقول يا جماعه لو سمحتوا، الجمهور لما كان صوته بيعلى بشيء من الاستهجان حتى كان المخرج بيوطي الصوت عشان ما تدخلش البيت. طب النهارده الشتايم والالفاظ المنتشره ما بقتش بتيجي من الجماهير، بقت بتيجي من مسؤولين كبار، من رؤساء انديه.